كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول خبر من موقع كرة، حيث نفى مصدر من مجلس إدارة الرجاء البيضاوي نية الفريق للتخلي عن المدافع بزيج جبيرة الذي ما زال مرتبطا بعقد مع الفريق البيضاوي. ترددت أنباء عن أن الفريق البيضاوي ينوي التخلي عن جبيرة لغيابه الطويل عن المنافسة بسبب كسر تعرض له في الساق خلال الموسم الأخير وأبعده إلى نهاية الدوري. وعاد جبيرة للتدريبات مع الرجاء وانضم للمعسكر الذي يخوضه بمدينة أكادير استعدادا لانطلاق المنافسات الموسم المقبل. وأكدت عدة مصادر أن الفريق البيضاوي لا ينوي التخلي على جبيرة الذي يبقى لاعبا مهما بالرجاء، وسيدخل جبيرة في منافسات قوية على مركز الظهير الأيسر مع فابريسنغا الذي انتدبه الرجاء بعد إصابة جبيرة من الدفاع الجديد وأصبح اللاعب الأساسي في ذلك المركز. يخوض زكريا بن المعاش اللاعب السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم فترة اختبار رفقة حسنية أكادير، وذلك رغبة من غزالة سوسي تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. توصل فريق الرجاء الرياضي بعرض رسمي من قطري يؤكد رغبته الرسمية في التعاقد مع محسن ياجور هداف الفريق والدوري الاحترافي لكرة القدم. وأكدت مصادر مسؤولة بالرجاء أن الفريق القطري قدم عرضا مغريا للفريق الأخضر، الأمر الذي حفز المكتب المثير للزياج على قبول العرض. قرر فتح باب التفاوض لحسم الصفقة، وقرر مسؤول الرجاء تسريح ياجور لإنعاش خزينة الرجاء وتوفير سيولة مالية كافية لتسيير الفريق والتوقيع على صفقات جديدة، علما أن الهداف الرجاوي أبدى بدوره رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعد تألقه رفقة الخضر لموسمين وتتويجه هدافا للدوري الاحترافي. وسيكون سفيان الرحيمي الخيار الأول في خط هجوم الرجاء بعد رحيل ياجور في حال حسم الصفقة مع فريق قطري، خاصة أنه أصبح يتوفر على التجربة بعد موسم ناجح رفقة الخضر ومساهمته في تتويج الفريق بلقب الكاف والسوبر إفريقي. قرر الاتحاد العربي لكرة القدم نقل قرعة البطولة العربية إلى الرباط عوض العاصمة السعودية الرياض يوم 27 يوليو المقبل. وكشف مصدر مسؤول أن الاتحاد العربي ارتأى نقل القرعة إلى الرباط على اعتبار أنها ستستضيف في أبريل المقبل المباراة النهائية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بعدما تم الاتفاق على أن تحمل النسخة الثانية للبطولة العربية اسم الملك محمد السادس. وطلب الاتحاد العربي لكرة القدم من الأندية المشاركة في النسخة الثانية تسمية ممثليها في القرعة، حيث سيتم في البداية إجراء قرعة الدور التمهيدي التي ستعرف مشاركة الأندية الأقل تصنيفا على المستوى الآسيوي والإفريقي قبل قرعة سدس عشر النهائي. ويمثل المغرب في البطولة العربية كل من الوداد الرياضي والرجاء وأولمبيك آسفي واتحاد طنجة، وكان فريق الجيش الملكي يرغب بدوره في المشاركة في البطولة، غير أن احتلاله للمركز الرابع عشر في الدوري الاحترافي حال دون مشاركته. يواصل نادي الرجاء الرياضي تحضيراته للموسم الجديد بمعسكره التدريبي بمدينة أكادير تحت إشراف مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما أنهى الفترة التحضيرية الأولى بالدار البيضاء والتي انطلقت منذ الاثنين الماضي. وبدأ لاعبو الرجاء في جاهزية كبيرة من الناحية البدنية بعد شهر كامل من الراحة عقب موسم طويل وشاق حطم خلاله النادي رقما قياسيا، كما أكد رئيسه جواد زياش من حيث عدد المباريات التي خاضها والتي ناهزت 61 مواجهة.